المسؤولية المجتمعية والحرص على تقديم المساعدة والخدمات هو دافع يمكن ينبع من داخل كل شخص فينا تبعا للاختصاص الموجود فيه. البعض بيقدم مساعدات تتعلق بالجانب الإنساني، البعض يقدم مساعدات تتعلق بالجانب الصحي، البعض الاجتماعي، وإلى ما هنالك من المبادرات اللي شفناها سوسن يعني بالمجتمع خلال السنوات الماضية. شفنا العديد من المبادرات كانت عم تنبع، والجميل فيها أنه عم تنبع من دافع مجتمعي، من أهمية مجتمعية، من مجتمعية. تماما. اليوم مبادرتنا اليوم رح نحكي عنها لليوم هي مبادرة تتعلق بالشق الطبي، وهي الأمانة هي نابعة من مبادرة ذاتية شخصية. مجموعة من الأطباء كانوا عم بيروحوا على مجموعة من مراكز الإيواء يلي بتكون بعيدة نوعا ما عن الخدمة الطبية، وكانوا عم بيوجهوا لهم أو بيعطوهم كل الاحتياجات الطبية. رح نحكي أكثر عن هي المبادرة، وبيسعدنا أن نرحب بضيوفنا الدكتور أيمن فواز والاختصاصي بالأمراض الداخلية، وضيفنا الدكتور مهدي دحان اختصاصي بالطب الشرعي. نورونا وأهلا وسهلا فيكم. مرحبا فيكم. نبدا معك دكتور ايمن. يعني دائما مثل ما قلنا موضوع انطلاق المبادرات بينبع من 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 هدف او من دافع معين. انطلاق هاي المبادره كيف كان ومن اين بدات اول مثل ما بيقولوا بحصه بهذا التاريخ؟ تماما. هلا بتعرف الازمه اللي مرت على بلدنا الحبيب، وطبيعه تتطلب تضافر الجهود، هذا شيء طبيعي. إذا عندك حس وطني أو عندك حس إنساني، عندك حس طبي، فأكيد بدك تشارك بشيء. طبيعة عملنا نحن كان هو بريف دمشق، فكنا كتير قراب الناس اللي مثلا كانوا مهجرين أو كان وضعهم المادي صعب أو كانت ظروفهم شوي صعبة بسبب هالأزمة اللي مرقت على بلدنا. وجودنا بهالحالة هي هو اللي خلى بالأزمة صار ثلاث أرباع عملنا خيري، والحمد لله. طبعا هذا بدون منية، هذا واجب علينا كلياتنا. فاستنتجنا أن في بعض الأماكن لما التقينا معهم بشكل واضح وصريح مع بعض الناس المهجرين، أنه كان في بعض خدمات طبية كانت صعب الوصول إلها، رغم أن الدولة عم تقدم مساعداتها، المنظمات الطبية عم تقدم مساعدات، شغلة أحيانا الوصول صعب، يعني وصول الطبيب صعب. يعني أنت تصور مثلا لما تكون مثلا بحسيا والدولة قدمت مستوصف ومجهز وخدمات، بس تصور تاخذ طبيب من حمص الى حسيا 30 كيلومتر، او من دير عطيه الى حسيا 30 كيلومتر. فلما استنتجنا انه فعلا في نقص بالخدمات الطبيه، حبينا تكون مبادره فرديه وذاتيه بهالموضوع هذا. خلينا ننتقل دكتور مهدي، لو بتحطنا يعني بتفاصيل الموضوع، كيف كنتوا بالبدايه؟ كنا عم نحكي يمكن مجموعة من الأطباء عددهم قليل، لكن اليوم مبادرة عم بتغطي أكثر من منطقة، وبالتالي عددكم كبر. خبرنا كيف يعني كبرت الأعداد، كيف كنتوا، كيف نسقتوا، كيف خبرتوا بعد لحتى أطلقتوا؟ أنا والدكتور أيمن كنا نشتغل بنفس المركز، مركز صحي خيري في منطقة السيدي. وبحكم أنه أنا من البلدان المهجرة يعني الفوعة وكفريا، فأغلب هذول الناس اللي يعني تواجدوا بمراكز الإيواء بحسيا او بحرجلي او بمناطق اخرى كانوا يتواصلوا معنا، وبنعرف حالاتهم الصحيه ومدى النقص الشديد في الخدمات الطبيه اللي عم تتقدم لهم. فلذلك اتفقنا مع بعض انه ولو نراجع مره بالاسبوع او مره بالشهر وكذا حسب امكاناتنا طبعا، وانطلقت الفكره من نفس المركز، الناس اصدقائنا يعني زملائنا. كنتوا تقريبا اربع خمس اطباء؟ بدينا يعني اربع خمس، وبعدين صار يلتحقوا فينا ناس يخبروا بالموضوع وينضموا لنا. يعطيكم الف عافيه. دكتور ايمن، اليوم الدعم لهذه المبادرات كيف بيبدا؟ اليوم بدينا بدافع شخصي، ولكن نحتاج لدعم يعني بطريقة أو بأخرى، موضوع المعدات، موضوع التنسيق مع جهات معنية تتعلق بالجانب الطبي بالبلد. خبرني شوي عن تأمين المستلزمات. تماما. نحن لحد الآن ما تزال الفكرة لحد الآن هي جهد شخصي. نحن كان نفتخر بهالشيء لأنه مثل أن غير جهات عم تأدي الدور اللي مطلوب منها. كان بهمنا تحديدا موضوع النقل، وسيلة نقل مهمة جدا. صحيح، نحن نحكي عن مسافات كبيره وبدك سيرفيس، لانه احنا كتار. صحيح. مثل ما تفضل دكتور مهدي، مجموعه من الاطباء بعدين كبروا صار يطلعوا معنا متطوعين، يعني ناس لو تمريض، لو معالج فيزيائيه صار يطلعوا معنا، صيادله يطلعوا معنا يساعدونا بهالامور هي. فنحن لحد الان ما في تلقي من جهه معينه او شيء، عم تساعدنا بعض الجهات الخيريه تحديدا او بعض الجهات الجمعيات الخيريه تحديدا موضوع المواصلات. حتى بالبدايه امنوا هن جماعه اهل الايواء نفسهم، أهل المهاجرين نفسهم أمنوا موضوع المواصلات. وسابقا كنا نروح على طريق معربة، كان طريق حرسها مسكر، لأن هذا الحكي أنت عم تحكي من 2017، فكانت مسافة أطول بكثير. أنت عم تحكي بال 2017،
مع بعض المخاطر مع بدهي، بس كان كله جو حلو بكل الأحوال. يعني لو كنا عم نحكي على عقبات أو معوقات أو شيء، بس أنت بالأخير لما تشوف فرحة المريض أو أنت عم تقدم له خدمة فأنت مرتاح جدا. فمثل جوابك سؤالك على الموضوع، الجهات اللي عم تدعمنا، الصيادلة هنا عم يجيبونا دواء من عندهم، الأطباء عم يجيبوا جهاز سكر من عندهم. هلأ بصراحة في جهة خيرية أمتنا جهاز سكر، أمتنا جهاز ضغط، ما يزال لحد الآن الأطباء عم يجيبوا الأدوية من عيادتهم الخاصة كعينات طبية، وبس عم يدعمونا بموضوع السيارة، ونحن لسه إنا مروقين بموضوع السيارة لأنه أكيد عقبة. طيب دكتور مهدي، بالنسبة للاختصاصات، يعني يمكن ذكرنا بالبداية مجموعة من الأطباء كان عددكم قليل، يمكن كان في احتياج طبي مثلا حدا عنده مشكلة باطنية فكان أمور تمام. يعني شو الخدمات اللي كنتوا عم بتقدموها بالبداية وكيف توسعتوا؟ شيء مثلا شيء عظمي، شيء نسائي، أطفال وغيره من التفاصيل؟ هلا في البداية حسب الإمكانات الموجودة كنا نوزع العمل، يعني بهمنا الأكثر شيء الأمراض المزمنة واللي بحاجة لعلاج دائم، كبار السن، الخدمات الطبية الإسعافية. الخدمات اللي ما بنقدر عليها يعني كنا نحولها مثلا للأخصائيين واللي بنعرفه نتوصف فيه، يعني مثلا انه يساعدهم او للمشافي الحكومية. انتم مثلا تحويل. بتوصلوا الطبيب ل يعني انه بتوصلوا المريض لطبيب حتى ممكن ما يكون موجود معكم ضمن ال ايه تمام. بيكون يعني مثلا في طبيب عيني بيتعاون معنا وما في امكانية نقل اجهزة وكذا، لما نحول له مريض عن طريقنا بيفحصوا مجاني بيقدم له الخدمات اللازمه. تماما تماما. دكتور ايمن، بدنا نروح للاختصاصات، ذكرنا يعني بعض اذا بدنا نقول التوجيهات اللي ممكن تصير في حال نحن الاختصاص غير موجود، ولكن خلينا نفصل مع حضرتك اليوم بما يتعلق بالاختصاصات اللي عم تكون موجوده ضمن الحملات اللي عم تتنقل فيها. تماما. الحمد لله تقريبا عم نغطي حالات منيحه. اخصائي داخليه واخصائي نسائيه موجود دوما، أخصائي المعالجة الفيزيائية موجود دوما. هلا بيردفنا كرديف أحيانا أطباء العظمية، أطباء الجلدية، هدول كانوا يشاركوا معنا. تصور دكتورة نسائية كانت تحمل إيكو تبعها من العيادة، إيكو مع بطارية مع شاحن، بتعرف هدول كلهم مرتبطين ببعضهم، تحملهم عيادتها الخاصة وطبعا أكيد دوما بدون أجر وبدون شيء، وتروح تفحص النساء بالمكان اللي هو غير مهيأ أصلا، وتوسعت طبعا سنة نروح لأماكن أخرى. ففي كثير من الاختصاصات صاروا ردفوا اختصاصنا، بس بتعرف حسب طبيعة عملهم، حسب ظروفهم، حسب كذا. فنحن صرنا مجموعة، احنا بنقول بكره رايحين على المكان الفلاني، فمين طوع ونزل اسمه رحنا، ونخبر المكان انه شو الاختصاص الجاي. فتقريبا غطينا اختصاصات منيحه تقريبا. وفي اطباء من وجهة التحيه كانوا معنا واستشهدوا سابقا، وفي اطباء راحوا بمرض كورونا، وكل مين مر على هالمجموعه هي وترك هو عباره مثل قطار. صحيح. مثل قطار، انت ناس تطلع وناس تنزل، بس بالاخير الخدمات اللي عم تقديها. يعطيهم الف الف عافيه. طيب دكتور، بالنسبه للمواد او الاشياء اللي كانت داخله، يعني احنا عم نحكي عن اجهزه ممكن تكون صعب انه هي تنتقل، او مثلا فحوصات ممكن شخص صعب انه هو يعملها بمكان معين. شو كان موضوع الفحوصات اللي كنتوا عم بتقدموها، او اذا كان في فحص بحاجه لاجهزه نوعا ما فيكم تنقلوها معكم؟ اكيد. هلا كانت فعلا المراكز هي بحاجه لهالخدمات، فكانوا في يعني كان في فرحه بانه هالمقدار هذا اللي عم نأدي. فما تاخذي انت مثلا معك تخطيط قلب، تخطيط قلب عم يغطي لك حالات منيحه، انت عم تحكي على عياده وليس مشفى، عم نقدم خدمات عياده احنا. تخطيط القلب عم يروح معنا، جهاز السكر عم يروح معنا، الايكو كان دكتور نسائي تفحص عليه من جهه النسائيه، او انا كطبيب داخلي بفحص عليه من جهه البطن والامور الداخليه. فانت كمجمل خدمات بتحسي فيها الحمد لله انه على تواضعنا على امكانياتنا عم نأدي خدمه مقبوله. اكثر من هيك لا، صرت عم تحكي بمريض مشفى او شيء، طبعا لا بده يروح يراجع مشفى بهالحاله يعني. تماما. دكتور مهدي، اليوم برايك الاختصاصات المطلوبه بهذا النوع من المبادرات، هل مطلوب اليوم بشكل رئيسي مثلا طبيب عام لازم يكون موجود بكل حمله تنطلق الى منطقه، أو لا نحن اليوم العمل كله يجب أن يتوزع بين الأطباء والاختصاصات الموجودة؟ هلا كونه يعني عمل خيري ومتنقل، فالطبيب العام أو الطبيب اللي بنسميه طبيب الطوارئ أو الإسعاف أو هيك بهالاختصاصات العمومية يعني بيأدي عمل جيد جدا، لأن الحالات المستعصية أو اللي بدها مشافي أو بدها إجراءات إضافية، تحاليل، إيكو، تصاوير، فأكيد بدها تحول للأخصائيين. لكن في البداية بيتم يعني مثل فرز الحالات وترتيبها
ووضعوا على السكة صحيحة. تمام دكتور أيمن، احنا عم نحكي عن الأماكن اللي عم تتوجهوا لها، هي أماكن مراكز إيواء، وبالتالي الأشخاص الموجودين فيها يمكن فاقدين لمنازلهم، فاقدين لأشخاص أعزاء عليهم، فجانب الصحة النفسية عم تقدروا أنكم تغطوا؟ يعني أحيانا يكون في اختصاصي نفسي أو طبيب نفسي ممكن يساعدكم بهذا الجانب، ولا لا بتأملوا أنه يكون يضاف إلى قائمة الأطباء المتطوعين؟ والله ملاحظتك حلوة، أكيد بجوز النقطة ما منتبه لها، لأن فعلا الناحية النفسية لها أهمية كثير. انت من قدمه في متطلبات فعم تحسي عم تفرحي بالشيء اللي عم تقدميه، بس كتكمله اكيد حاله هامه جدا موضوع الناحيه النفسيه. كان يجينا بعض التبرعات العينيه، تصوري لما تاخذ هديه لطفل لعبه كان يفرح فيها، فلما تقدمي بعض الخدمات اللي تفضلتي اما للاطفال او للنساء او لل، فكرة كتير حلوة، بتمنى إذا حدا بيدعمنا من الأطباء النفسيين أو المرشدين النفسيين أو جماعة الإرشاد النفسي حلوة. صحيح. يعني إحنا طبعا مجموعتنا مفتوحة، هي أولا لا تتبع لجهة معينة، ليست محصورة على أحد معين، ما ليست محصورة على لون معين، فحلو أنه حدا يردفنا، أبدا ما عنا مشكلة إذا جاء إرشاد نفسي أو طبيب نفسي. أكيد. طبعا حلوة أكيد. الفكرة أكيد. اليوم بما يتعلق بالإحصاءات للمناطق، قدرنا ناخذ احصائيات معينه انه هاي المنطقه فيها هاي المشاكل الطبيه او هاي المنطقه تحتاج هاي الخدمات الطبيه او لا؟ بشكل عام عم بتكون دراسه للحالات بناء على الزياره الميدانيه مباشره. تماما، نحن فعلا لسنا جهه رسميه بحيث نعمل احصاءات او شيء، عم نعالج الحاله الموجوده. يعني تصور انت الكلمه بيقول لك يا حلوه مثلا مسؤول الاسعاف اللي هو بوديان اسعاف، اللي بس تجوا انتم عده ايام بعد زيارتكم ما بروح اسعاف، ما بروح لانه عم نعالج مثل قد كثير من الحالات الطارئه. انا كطبيب داخلي بيراجعوني اكثر شيء مرضى الحالات المزمنه هي السكر والضغط. دكتوره نسائيه بيراجعوها الحوامل كمراجعه دوريه، وحلو انه مثلا عم تزورهم بالاسبوع بالاسبوعين مره، عم تكون مناسبه الوضع. انت ما عم تعالج حاله طارئه قد ما عم تأدي خدمه معينه لهالجهاتي. مثل تفضل دكتور مهدي، الحالات الطارئه اكثر من هيك اكيد تراجع مشفى وحول المشفى. صحيح. تمام دكتور مهدي، بالنسبه للحالات كيف كنتوا عم تتعاملوا معها باختصاص حضرتك؟ كيف كنت عم تتعامل مع الحاله اذا هي بحاجه لفحص معين، بحاجه لمعاينه بعد وقت معين؟ خبرنا عن هي التفاصيل. تمام. هلا انا كوني ابن المنطقه، يعني اغلب المهجرين يعني بعرفهم سابقا معرفه شخصيه وقرابي، وحتى اللي متعرض لاصابه باختصاصي يعني ضمن الطب الشرعي بعرف شو يعني تاريخ اصابته بالحصار او كذا. في منهم يعني بحاجه لمتابعه هذول الامور عند الجهات، مثلا مكتب الجرحى، مكتب الشهداء، الوفيات اللي صارت اثناء الحصار والحالات العجز اللي المستمره. فهو يعني غالبا بدهم تقرير بحالتهم، توصيف بحالتهم وارسال للجهات المعنيه. ومثل ما تفضل الدكتور، يعني كمان هن مجرد انه يشوفونا يعني بيرتاحوا نفسيا، يعني مثل عياده مريض، يعني مثل جار بيزور جار ومريض فبيلاقيها كثير. يعني ويمكن ما حدا بيحس بالوجع الا الشخص اللي كان عايش بنفس الحاله. طبعا. فحضرتك ابن المنطقه وحسيت بهموم الاشخاص. طبعا. تمام. طيب دكتور أيمن، بالنسبة للأشياء اللي عم تحاولوا تطمحوا لها حتى توسعوا فيها المبادرة، شفنا في اختصاصات كثيرة للأمانة، ولكن دائما هي المبادرات الأجمل بأنه هي دائما بحاجة لشيء تتطور فيه وبالتالي منغطي احتياجات أكبر للأشخاص. شو الطموحات اللي عم تحاولوا أنكم توصلوها؟ هل ممكن نكبر المبادرة لخارج حدود حمص وننتقل أيضا لريف أو مراكز أخرى بمحافظات أخرى؟ كلام حلو. نحن كفكرة نحن مستعدين نروح لأي مكان بيتطلب خدمة، بس هالشي غالبا عم يتطلب منا يكون عدد أطباء أكثر، لأن أنت عم تروحي يوم جمعة وبتعرف إن يوم الجمعة هو يوم العطلة، فعم نعطل طبيب يوم الجمعة بيروح من الصبح لبعض الظهر للساعة 6 تقريبا لنرجع لبيوتنا، فعم يتطلب عدد أطباء أكثر. فنحن أي مرحب طبعا بأي طبيب بضم خدماته إلنا، ومو شرط طبعا نضغط عليه يصير نادو كل جمعة، ممكن يصير نوزع المهام بيناتنا كلنا. وكمنطقة نحن مستعدين نروح لأي منطقة وين ما كانت، حتى مرة من المرات يطلع معنا أحد الأشخاص من أهل الخير قال كنت روح على المنطقة الفلانية، منطقة فلانية ما فيها لا إيواء ولا يعني ما فيها مهاجرين، قلت لهم روح. فرحنا طبعا استقبلونا في بيتنا البيوت وفحصنا عدد من المرضى في منطقة كمان على طريقنا بين حمص والشام. فالفكرة مفتوحة دوما لجميع الأطباء ولجميع المرضى ولجميع المناطق.
يعني أكيد. بدنا لكم بالختام يعطيكم الف عافيه، شكرا لوجودكم معنا اليوم، وشكرا لهيئه المبادرات الانسانيه. اليوم ايادي الخير يمكن تكون موجوده بكل مكان، ويجب ان تكون موجوده بكل مكان لنقدر ننهض بهذا المجتمع، ننهض باهالينا وبعيالنا وباصدقائنا مثل هاي المبادره اللي عم تقوموا فيها. دكتور ايمن، كلمه اخيره. شكرا كثير لكم، نحن عم نكون رديف للمنظمات اللي هي عم تشتغل، طبعا نحترم كل المنظمات، كل مؤسسات الدولة اللي عم تشتغل، وكل عم يقدم خدماته وكل عم يدي دوره، بس نحن كواجب وطني وكواجب انساني وواجب طبي عم نحس انه عم نقدم شيء معين هو اللي مقدور عليه، فانت بتقدر عليه، هذا هو الجيد. ومثل ما حكينا المبادرة مفتوحة للجميع. دكتور ايضا دكتور مهدي، نشكركم كمان على اللقاء، ونحن جاهزين للعمل في كافة أراضي الجمهورية العربية السورية في كل الظروف إن شاء الله. الله يعطيكم ألف عافية، كل الشكر لكم. دكتور أيمن فواز اختصاصي بالأمراض الداخلية، ودكتور مهدي طحان اختصاصي بالطب الشرعي، نورتونا لليوم، يعطيكم ألف عافية. شكرا كثير، شكرا لكم، نشكر فيكم أكيد.